مغزلات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، واموركم ديما تكون 5 5. كدير مع شي صاد الله يرحمنا يا ربي. اليوم فيديو جديد، غادي ندوزو معايا النهار هذا، غدا معروضه عند الوستي دايره لبنتها عيد ميلاد، وعارضين علينا ان شاء الله يخرج الزوج ديالي مع الخدمه مع جوج ونص، يكون هنا مع ثلاثه، وديك الساعه غادي نمشيو. المهم فقنا الصباح، جمعت داري، غسلت معناتي، ما درت والو، راك عارفين ما غاديش ناكلو هنايا، ما وجدت حتى شي حاجه. دابا راه شحال الساعه؟ دابا راه 12. غادي نشارك معكم بعض الحاجات اللي وصلت بها دابا من موقع شين، غادي نوريها لكم. شنو بغيت نقول ثاني؟ المهم نحلها معاكم. ديت بعض المشتريات الصيفية غادي نقاسمها معاكم. المهم اول حاجة خديت هاد السروال، هذا حاول نديركها باش نوريها لكم. هاد السراول هما اللي ولاو دابا كيف كتشوفوا معايا، في جياب من جناب و لتحت ما واسعش بزاف وما مقجوش بزاف، كيجي مع سبيطات ديال الطالون، كيجي مع المهم خليكم التصويره ديالو هنايا كيفاش المانكا لابسه، كيجي مع كونفيرس، يجي مع سبرديات. المهم عجبني الستيل ديالو بزاف. غادي نخلي لكم المعلومات ديالو في صندوق الوصف اللي بغات تمشي تشوف واش يعجبها. خديت ثاني واحد سيوه في الازرق، صراحه كيوصلوا الحوايج لومبالين مزيان. المهم دايره على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا معايا اللون ديالها حمقني، جايه من هنا بحال ما هكا، العمق ديالها ما واسعش بزاف، وفيها واحد هنايا واحد بحال حزمه، وراها طويله طويله فايت الركبه واحد شويه. غاد حتى هي غنخلي لكم الصوره ديال مانكا ديال هنا كيفاش لابساها. وخديت واحد الصايه في الخزي، حتى هي دايره ما بحال ما هكا، فيها واحد الحزمه هنايا كتجي في اللبسه رائعه، كيجي جنب هابط وجنب طالع واحد شويه كيف كتشوفوا، فيها واحد الحزيمه هنايا حتى هي نفس الحزمه اللي هنايا كاينه في هاد الصايه، حتى هي كيف قلت لكم كتجي طويله وخضيره من جنب. عجبني الستيل ديالها، حتى هي ها هي المانكان كيفاش لابساها. المعلومات كلها غنخليها لكم البنات في صندوق الوصف، باش اللي بغات شي حاجه تمشي تشوفها صندوق الوصف، هذا العنوان اللي كيبان لكم هنا تحت، كليكيو على العنوان غيخرجوا لكم كاع المعلومات. تما كاين الفيسبوك ديالي بهذه المناسبه، تابعوني على الفيسبوك والانستغرام. بالنسبه للانستغرام كنحط فيه الصور ديالي، كنحط فيه شي حوايج ما كنحطهمش على اليوتيوب. تشاركوا معايا سناب شات، سناب شات الايام شحال هذه ما دخلت ليه، كنقول بنا سمحوا لي غادي ندخل ليا الايام غير نسالي، وغادي ندخل باش نتحدث معاكم تاني فيه، حتى انا توحشت نسنابي معاكم. المهم معلومات كلها انستغرام فيسبوك سناب شات اند يو نو، غتلقاوهم في صندوق الوصف اللي بغات تدخل تنخرط معايا. كنجاوب البنات، كنتحدث معاهم في الانستغرام، كنجاوبهم في الميساجات ديالهم، يعني اللي عندها شي حاجه كتسول عليها كنجاوبها. المهم دابا غادي ندوز باش غادي نمشي ندوش انا وبنتي، بغيت نخلي حتى البنات شويه ندوش، حيت لا دوش دابا غادي نعرق ثاني. المهم البنات من بعد ما وريتكم الملابس اللي انا خديت، يلا كنت غادي نطلع باش ندوش وهذا، ولكن قلت غادي نهضر على واحد الهضره بين قوسين اللي كتجيني بزاف في التعاليق من عند خواتاتي. غنقول لكم خواتاتي، ما غاديش نكون ندوز نعاير ولا شي حاجه، غادي نقول لكم خواتاتي، ما غاديش نقدر نعيط بشي كلمه وغادي نبدا نقول هادوك الناس ولا هادو، غنقول لهم خواتاتي حيت يقدروا ما عارفينش. المهم انا غادي نعرفكم. بزاف البنات يقولوا لي سناء كتنطقي كلمات خاطئه، غادي نقول لكم قبل ما نقول لكم انا ما كننطقش كلمات خاطئه او لا شي حاجه،
غادي نقول لكم احنا في المغرب عندنا الدار البيضاء وعندنا مكناس وعندنا الشمال مراكش اكادير فاس الصحراء يعني العيون وجده يعني الريف عندهم كل واحد باش كيهضر كنا مغاربه وكنا كنفهموا بعضياتنا ولكن كل واحد اكسنت باش كيهضر بحال الشماليين تيقولوا شني عندك العائله مراكشين شبيتي بيت نمرض زعما راه غادي نمرض كنت غادي نمرض بيت نمرض صحاب اكادير تا هما عندهم لهجتهم خاصه فاسا كيهضروا بلقى بزاف قلت ليك قلتي ليا او لا كل واحد والاكسنت ديالو بغيت نقول لكم هنا في هولندا كذلك كمثال بحال المغرب دابا الاكثريه المتتبعات المتابعيني كيسكنوا في امستردام امستردام اكسنت ديالهم في شكل ليمبرغ اوك نود برابونت حتى هما غادي نقول لكم شنو هما الاكسنت اللي مبدلين باش ما تبقاوش تجيبوا لي كلمات راه متفقه معكم بان غير غريدفات غريدفات هنا في ليمبرغ وفي نورد برابونت انا ساكنه دابا في نورد برابونت ولكن نهار جيت الاول جيت ليمبرغ سكنت فيها 5 شهور جيت في الاول انا كنهضر بالهضره ديالكم نتوما صحاب امستردام وصحاب دنهاغ وصحاب روتردام جيت كنهضر بحالكم نقول كيفاش كجيت كنهضر وهنايا بداو كيضحكوا عليا ما بداوش يضحكوا عليا هولنديين بداو كيضحكوا عليا العائله ديالي جاتهم في شكل هضرتي وبداو كيصحوا عليا وعاد فهمت باللي كل مدينه هنايا واللهجه ديالها والاكسنت ديالها جيت قلت لعمتي اللي هي حماتي قلت لها ماخيك فاتو اشبليف استبليفت ماخيك فاتو استبليفت بدات كتضحك قلت لي شنو هو قلت لها فاتو حيت في امستردام ما تيقولوش واتر شوفوا كيفاش مبدله ما بين نورد برابونت وليمبرغ وامستردام هنا في ليمبرغ ونورد برابونت تيقولوا واتر بحال فرونسي امستردام تيقولوا فاتو وامستردام كيكونوا يهضروا بلا ما تيحركوا سنانهم هكا كيهضروا ماخيك واتو اشبليف يعني انا ما نقدرش نهضر هكاك مهم في امستردام تيهضروا بزاف سنانهم مسدودين هادو سي قالت لي لا راه تيقولوش فاتو تيقولوا واتر مهم انا واخا جيت كنقرا بزاف بحال امستردام تيقولوا كويدفات 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 او زيكن هايس زيكن هايس هنايا في ليمبرغ تيقولوا زيكن هايس تيقولوا كويدفات ما تيقولوش كويدفات يعني نتمنى تكونوا فهمتوني بان كنشوف انايا قاوري ناس قاوري قاوري هبط المغرب سكن في مراكش وقاوري واحد اخر نزل وسكن في فاس هذاك القاوري واخا ساكن في ساكن في مراكش وكيهضر بالمراكشيه صافي راه سكن تما ولا يهضر بحالهم والقاوري الاخر سكن فاس ولا كيهضر بالفاسيه هذاك القاوري اللي في مراكش والقاوري اللي في فاس ملي كيتلاقاو ما تضحكوش على بعضياتهم كيف نتوما كتضحكوا عليا انا لانني كنهضر هضره اخرى لا عارفين هنا بان كل مدينه والنطق ديالها والاكسنت ديالها شنو تيقولوا تاني هنايا في امستردام فاش مشيت انا اول مره في الوينكل قلت لها هاودو بقات كتشوف فيا هنايا لالاتي فاش سكنت في العروبيه كانوا كيقولوا هاودو وامستردام تيقولوا داخ هاودو هي ملي كتعطيني شي حاجه كنقول لها دانكي ويل هاودو زعما بسلامه في امستردام تيقولوا دانكي فيل دانكي فيل داخ او لا المهم البنات كنكون وصلت لكم واحد الحاجه اللي نتوما ديما ضالميني فيها ميمكنش ليا بانني عايشه في واحد المدينه اللي ما تيهضروش فاتر او لا كويد فات او لا زيكن هايس او لا بزاف الحاجات اللي كينطقوها امستردام واللي انا قريتها في المغرب قريت بالنطق ديال امستردام وجيت للمدينه وغادي نلقاهم ما كيهضروش بحالي رغم ان عاشر قوما 40 يوما اصبح منهم كنت كنهضر في الاول فجيت شهر هكا ولكن من بعد ملي كتشوفي الناس اللي حداك واللي دايرين بك كيهضروا نفس الهضره راه غتبدل داك الاكسنت ديالك بنت خالتي
بنت خالتي كانت عايشه في كازا وتزوجت في واحد المدينه اللي هي خريبكا ولات تتهضر بحالهم. من عاشر قوما 40 يوما اصبح منهم. اختي عاشت غير اعوام صغيره في مكناس جات كتهضر بالمكناسيه يعني تاقلمت ولا تقول عيني يعني تسناي عيني جات كتقول عيني بزاف. وحنا ديك عيني ما كناش كنفهموا اختي شنو هي ما عمرنا ضحكنا لا كنقولوا لا انت شنو هي عيني تاني هي تسناي. كنتمنى دابا توقفوا لا فيديو وتكتبوا لي واش متفقين معايا في هاد القضيه ولا لا. كنظن بنات امستردام بزاف ما كان انا ما كنلومكمش ولكن كنقول بانكم راكم ما عارفينش وانا وضحت لكم واحد الامر. ودابا كتبوا لي واش كاينه هاد الهضره ولا ما كايناش ديال كل مدينه والاكسنت ديالها. وانا ليليا رانا كنديرو كنطق النطق ديال هنايا ايندهوفن حتى هما تيقولوا واتر ما تيقولوا فاتر ما تيقولوش دانكي فاو اوك بيتر بيتر شخاب بيتر شخاب هنا تيقولوا بيتر شخاب ما تيقولوش بيتر وشخاب ما تيقولوش روتردام تيقولوا روتردام ما كيقولوش امستردام يعني او ما كايناش فهاد البلايص كاين الفوق. لا فاسيله جا عندنا وبدا كيقول ايوا شني قلت لك وقلتي ليا وقلت لك حنا ما تنقولوش قلت لك كنقول قلت ليك. كاين بعض البلايص تيقولوا بركي يا جلسي في كازا تيقولوا بركي اجي تبركي جلسي يا زعما. مهم كنتمنى نكون وصلت لكم واحد الميساج وغادي نقول لكم بانني ما تنقول حتى شي كلمه خاطئه. الكلمه اللي قلتها عارفوني قلتها صحيحه باقا ما كنهضرش مزيان ولكن حتى شي كلمه ما تنقولها غلط تنقولها بالنطق ديال المدينه اللي انا فيها هذا مكان. مهم كنتمنى الا ما تيقتونيش حاولوا تسولوا اولا جيو البلايص لهاد البلايص التحتانيين هبطوا شويه لتحت وسمعوا الناس كيفاش تيهضروا غادي تجيكم بحال هكا هضروا بالعربيه ورا فعلا دابا بحال فوقاني تنقولوا مدينيين حرين هنايا تنقولوا فيلاج ولكن انا ساكنه في المدينه كنت ساكنه في كلين دوغب يعني واحد البادي للفيلاج صغير ودابا انتقلت للمدينه. مهم كنتمنى تكون وصلت لكم واحد الميساج اللي ديما انا كنبغي نوصلو لكم ولكن ما كنلقاش ليه الوقت. انا دابا وصلته لكم كنتمنى تكونوا فهمتوني ولا عندكم شي اسئله خليوها لي في التعليق. يلا دابا غادي نمشي باش ندوش ونمشيو. وصلت دابا عند بنت عمتي يلاه كتصايب مشروبات تحطهم لينا برا الدراري مقصرين برا دايره ليهم بيسين كبير من بعد نوريه لكم ملي خوا. هذا دارت فيه اغبي سيترون هادو فيهم سيترون ومازال زدت فيهم اغبي يعني فريز كتعطي واحد النسمه زوينه. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الخارج عندها هي جريده كبيره تبارك الله وصحابات بنتها هولنديات تما كاينين وداخلين حتى في زوينبات يعني في المسبح. وهنا راه موجدين شويه مخرجينها وكاسين دابا غادي نتمتعوا مع بعضياتنا. تشوفوا نور لبس المايو راه هما الاخرين باقيين كيديروا كيعوموا. وهنا صافي غادي تبدا باش توجد الاكل. درت سلطات متنوعه الزيتون وجميع انواع اللحم.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And وقت الاكل كل واحد كانوا يجيب الطبسيل ديالو. تعمدت تستعمل البلاستيك باش اللي تكل تلح. هادي كتكون واحد اللي كيكون حفل كيكونوا فيه بزاف الناس، من الاحسن البنات استعملوا البلاستيك باش تفاداو. يا عندما كنت الماعن، ولكن من الاحسن باش ما يكثروش عليكم الماعن، يا كتحط الماعن اللي ديو الدار فيهم شي حاجات، ولكن بالنسبه لداكشي اللي كناكلو فيه وكنشربو فيه كان استعملت البلاستيك. احسن حاجه دارت وهي هذه، ما كاين غير كول ولو حسن جوطابل حسن ليك. وهنا راه حطات لينا الحوت، جابت لينا الحوت كليناه، ودوزنا واحد الوقيته زوينه، وناضت كتلعب شويه الكره مع خوتها و صافي دوزنا نهار غزال غزال بزاف. جات لينا قهوه، شويه كاوكاو، شويه شكلاط، شيبس. وحنا هنايا عيال العائله اللي باركين بيناتهم، صحابات الدريه مشاو في حالاتهم. موزوينات، حنا دابا غادي راجعين في حالنا ان شاء الله. دابا شحال الساعه؟ العشرة وثلث. هشام خدام غدا الله يبارك، ولكن ما سخيناش، ما سخيناش بالبركه، بركنا شحال ما صورتش لكم كل شيء حيت كنبركو كنهضروا كنضحكوا، وكندي بنتي تعوم شويه ونرجع ثاني نبرك معاهم. المهم كنقول لكم اتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، والى عجبكم فيديو عملوا لي لايك وبارطاجيوه، وبسلام عليكم حتى فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.